مرحبا، اليوم بدنا نرسم معكم هذا سيتي سكيب، نايت سيتي سكيب او مورنينج. خلينا نبلش. اول شيء بدنا نعمل سكاي لاين. سكاي لاين مش عالية، تقريبا تلت الورقة لاين. بعدين بدنا نخوض خلينا نحكي بيوت سيتي، بس بالطريقة معينة، بالنص بصير اعلى بعدين اوتا. بنقدر نخوض لايك تريانجل عشان نعرف كيف بدنا نخوض بيوت. طبعا نرسم نكمل شوي لتحت عشان بعدين اعرف كيف بدنا نخوض شادو. صعب. هلا بنعمل بيناتهم سبيس. اشكال بيوت انتو بتعملوا لحالكم، بتختاروا شكل انتو بتحبوا. هلا بتقدروا تعملوا موديلات، موديل بيت اوتا اعلى عادي. اتس اوكي، بس بدنا نعمل من جنب بيت للشادو. ممكن هذا بصير مندر زي كيف دبي، كيف خليج، ايش بتحبوا تقدروا تعملوا فيه. انا بديش زيد. اوكي، هاي عملنا دن. الوان نستخدم فيه، بدنا نستخدم ووتر كولرز. وخلينا نبلش اول اشي بدنا نعمل ورق زي سان بلون يلو. اول اشي نعمل نص ورق والنص بصير زي ريفلكشن. next one عشان ما يصير في ميكس بين الوان، احسن خدوا وايت عشان اذا بتخدوا بعدين بجابالك وتخدوا بلو بصير احنا دغري ميكسينج بصير لون اخضر. احنا ما بدنا يصير زي اخضر، عشان هيك حطينا الوان درجات غير. هلا ممكن نستخدم ازرق فاتح، ممكن نستخدم تركوازي، اي درجة انتو بتحبوا بنقدر نستخدم. اي نيكست وان. اصلا تركوازي امتى بنعمل بصير ازرق والاخضر بصير ما في ميكس، ما بتسوي جرين واضح. اوكي، هلا انا next one بدي اغمق، نسوي شوي اغمق. كمان ننزل شوي البحر. next one بدنا نستخدمه ازرق. نعمل كل اشي بسرعة عشان الوان اخلطوا مع بعض بالطريقة حلوة. اذا بيكون ناشف بيكون مبين واضح لاين بيناتهم، احنا ما بدنا يصير زي هيك. اوكي،
بتصير هلا آخر لون بتصير تخطه فايولت. بس غامق غامق الطرف عشان هسه بالماي شوي سوي لتحت، يعني شوي ميكسينج نعمل. اوكي هلا بدنا نستنى هلي تنشف. هلا بدنا نغير شكل براش، بدنا نستخدم واحدة فلات عشان نعمل اضبط للبيوت. اللون بدنا نستخدمه لون بلاك، بس ما تخطوا كتير ماي، بصير اذا لسه ما بلول بصير بسحل. ونخد كل جوا كل بيت نخد بلاك، نوصل للاخر نسحب شوي كمان لتحت. كل بيوت بدنا نلون لون اسود. تحت احسن اذا زي هيك بتسحبوا لون عشان يصير مش واضح بس مبين في شد. هلا قبل كل ديتيلز بدنا نرش شوي سكاي عشان نسوي ستارز، بس مش كتير ندفع. بدنا نبلش نسوي بالالوان باللون ابيض. اول اشي بدنا نعمل سكاي لاين، بعدين بدنا نخد نبلش نخد شادو باللون ابيض، لايت سوري، باللون ابيض منطقة وين في ضو. عالطرف بيت وين لون اصفر وابيض نخد احنا لون كمان ابيض عالطرف بيت عشان يصير كتير واضح هذا بيت ورا في ضو. بعدين بدنا نعمل ويندوز، كمان ويندوز بطريقة خلينا نحكي كيف انتو بتختاروا، ما في اشي معين، بس زي سمول دوتس عشان بيكون بيوت كتير بعيد وبيكون ويندوز صغار. ممكن مش مضوي كل اشي، بنعمل اشي اسمه زي اي منطقة انتو بتحبوا نحط، يعني تخيلوا وين ممكن ضو مضوي ونحطه. هلا بلون ابيض بدنا نحط ستارز، هون منطقة خليت تنشف. ستارز كمان تحطوا اول اشي زي دوت، بعدين اراوند تعملوا زي لاينز، هدول بيكون لايك فان جوخ ستارز. في شي اصغر في شي اكبر، مهم تحطو على الاماكن وين غامق، يعني لون غامق وين بيجي بدنا نحط. على الوان فاتح بصير مو مبين داو تبع ستارز. هلا ممكن نغير لون، نحط كم واحدة باللون اصفر عشان كمان يصير حلو. اوكي بس عملنا كلهم ستارز، ممكن شوي نزبطهم. بنقدر نحط هلا لاينز تحت، هدول بيكونوا ويفز عشان مبين هذا سكاي. هون في ماي، هلا كمان ناخد كم ويف باللون ازرق وتركوازي. هاي الرسمة جاهزة، see you next time.